الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي بحبكم في الله، مساء الخير عليكم. احنا دلوقتي صليت المغرب ومش عارفين نعمل اكل ايه. طب احنا كمان بنصحى متأخرين، ففطرنا غدانا، فعايزين نعمل عشاء، يبقى غدا عشاء يعني. وبسمع بقى فيلم ولاد عم، بحبه جدا، بعشق الفيلم ده جدا يا جماعة. وقررت انا وفوق حالا ان احنا نجيب كيلو الدقيق دولت ونعمل المبروم. مبروم، في ناس عندنا فلاحين في البحيرة بيقولوا عليه اسمه مبروم، وفي ناس بيقولوا عليه كسكسي، سواء كسكسي او مبروم الاثنين واحد. هقول لكم دلوقتي بيسموه مبروم، مش احنا بنبرومه في الايه، في الغربلده. انا شايله الغربلده بقالي فتره طويله وبعمل بيه اهو، صغير على قد وادي الصينيه بتاعتي شايفين. يبقى احنا معانا دقيق مقدرنا، ومعانا ميه، ومعانا ملح، وهنحط معلقه صغيره بيكنج باودر تخلي المبرومايه او الكسكسيه جميله خفيفه كده. تمام، يلا تابعوني كده. قولي لهم المقادير تاني كده يا ماما عشان اقرب عليكي. 2 كيلو دي، حوالي 2 كيلو دي، انا مش معايا رايهم بس هم حوالي 2 كيلو دي اهو. هنحط عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر اهو، دي حاجه كده يعني ممكن تحطيها او ممكن لا، في ناس كتير مش بيحطوها. بصي معلقه صغيره اهي تخلي يعني الكسكسيه خفيفه كده هشه، فاهمين كده؟ ياخدها ولا ايه؟ اهو شايفين حبايبي اهو، اوريكم بقى المبروم بيتعمل ازاي. ادي الميه اهي، انا حطيت الميه دي بزياده، هخدتها كلها ما خدتهاش. انا هوريكم اخد قد ايه. الميه تقريبا رتل ونص، هنحط عليهم حوالي معلقتين ملح من المعلقه الصغيره دي اهو كده، حلو قوي اهو، يطلع ملحهم مظبوط. وده احنا بناكله يا اما تاكليه بشوربه او بسكر. طبعا احنا نتعشى بالسكر ولبن ومكسرات واللي انت عايزاها نعملها دلوقتي مع بعض، وهنشوف باذن الله ان شاء الله يستوي مع بعض بسرعه ويطلع ان شاء الله احلى مبروم او احلى كسكسي. بصوا بقى حبايبي، بناخد اهو دي اهو، انا قاعده بقى مش ترابيزه ولا حاجه، انا قاعده على الارض اهو، هاخد كده عند كده شايفين اهو، تعملي كده اهو، تاخدي كده اهو، تعملي كده تنفري اوعي تعجني اهو اهو شايفين اهو، تاني اهو اهو كده اهو، بسرعه بسرعه كده. في ناس بيعملوه في الخلاط اهو شايفه، عشان يلف كده اهو، تاخدي وتعملي اهو اهو، اوعي تعجني. انا كنت بعملها على الصينيه بس انا حبيت اوريكم، لو ما عندكوش الصينيه زي دي الالومنيوم في الطبق بيحصل كل حاجه انت عايزاه. ممكن بعد ما تعملي الحاجه تفضيه في طبق اصغر وتبرمي في نفس الطبق ده، تمام براحتك يعني. بس انا هعمله على الصينيه عشان ايه لما يطلع من على النار هعمله مره تانية، برده مره تانية، هبقى اوريكم امتى الرد وكل حاجه واحده واحده اهو. بصوا اهو، بصوا هفضل اعمل كده لما احس ان هو كله ايه زي كده. بصوا هفضل اعمل كده لحد ما يبقى شبه ايه، شايفينه اهو، شايفين دي. في ناس بقى بيحطوا الضيف في الخلاط ويفضل يلف، بس مش في الخلاط، في الكبه، ويفتحوا الفتحه اللي من فوق وهو شغال يحطوا ايه، ينزلوا الميه سرسوب سرسوب كده. بس بجد انا ما جربتهاش، وفي ناس كتير جربوها بيقولوا حلو، بيبقى ناعم زياده عن اللزوم، بيبقى فتافيته مش انا عايزاه ده، بيطلعه وسط، بيطلع حلو، بيعجب الولاد الحركه دي شايفين. سامعين انا بسمع فيلم ولاد العم، بحبه جدا بعشقه، الفيلم ده جميل جدا بتاع منى زكي. ونعمل مع بعض بقى اهو، سامعين معايا الفيلم حبايبي اهو شايفين. هفضل اعمل كده لحد ما هو كله يكون ايه زي ده كده شايفين اهو، بيتهيألي هيبقى عايش فوق ميه كمان خفيفه. وبعد كده هوريكم هتاكد ان عايز ميه ولا لا اهو، هاخد دول بس كده كفايه اهو شايفين اهو، واعمل بقى كده بسرعه وهعمل كده اهو شايفين اهو، ببطنه ايدي ببطنه ايدي كده اهو. قولي لهم ياخد صوتك يكون اعلى من صوتي اهو، كل الايد ده هنزله اهو عشان انا مش بعجن اهو. في الصوت هفضل اعمل كده لما احس ان هو كله بقى واحد ولونه اتغير، لونه ادى لصفار شويه، هو طبعا دلوقتي ابيض تمام. هفضل اعمل كده اهو لحد ما كله يقلب صفار شويه وكله يشرب الميه، ميبقاش في دقيق بقى، تحس ان خلاص عايز يتحط في الغربال، لحد ما كله يبقى بالمنظر ده. وريهم كده يخلط اهو، هكمل بقى لسه كمان اهو اهو شايفين اهو، نكمل مع بعض. لا عايز ما اطولش عليكم الفيديو، هعمل كده شويه وهوريكم اهو. بصي اهو طبعا في الخلاط بيفضل يلف كده يلف كده يلف كده وهي تحط الميه. انا اختي منى بتعمله كده بس بصراحه ما شفتوش، ما احبش اعمل حاجه انا ما جربتهاش بايدي، فانا اتعودت ان انا اعمله كده اهو. هياخد وقت شويه عن التاني بس هبقى انا عارفه انا عملته ازاي وفي بيتي اهو شايفين حبايبي اهو.
انا بحب اكله بالمكسرات واللبن، ولادي بيحبوا ياكلوا من غير مكسرات، يعني اول ما يطلع كده بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد ياخد طبق وعليه لبن وسكر وبس، وعليه لبن وسكر. وطبعا ايه بيبقى انت لما بتيجي تردي المره الثانيه هوريكم، برده بشويه لبن وارده بلبن وارده بشويه سمنه، تمام؟ هوريكم بقى خلاص لما بيجي لما احطه على النار هوريه لكم ان شاء الله كل حاجه خطوه خطوه كده مع بعض، هيعجبكم بجد. شايفين اهو، ولاد ما رضيتش تقفل على فكره الفيديو بتبص لي وتضحك عشان ايه، قالت يا ماما عشان نبقى شايفين كل حاجه انت بتعمليها اهو. شايفين اهو، شايفين اهو اهو، بص لحد ما تحسيش ان مفيد ايه اهو، بصي لحد ما الدقيق يختفي وهو كله يبقى ايه اهو، شايفينه اهو باين كده يخلط، واضحه الصوره اهو اهو، لحد ما يبقاش في دقيق، لما تقلبيه يبقى زي ما انت شايفينه كده اهو، زي الرمله بتاعت البحر بس لسه خشنه، طبعا هتبقى رمله بحر دلوقتي لما نحطه في الغربيه اهو. الصوره واضحه يا حبايبي اهو اهو، هفضل بردك اعمل فيه شويه كده انا اهو، مش بعجن، بصوا صوابعي عامله ازاي اهو اهو. هي دي الفكره اللي هم بقى الناس بيستسهلوا ويحطوا في الخلاط، بس بجد انا ما جربتهاش، ان شاء الله بحاول اجربها، ولو الطريقه نجحت معايا طبعا مش هبخل عليكم بيها وهوريها لكم طبعا على طول واصورها، بس دي الطريقه اللي انا فاهماها. وطبعا ما تنسوش ان فوق جابت لي كب هديه، يعني انا ممكن اجربها فيها برده، بس ايه لما اجربها الاول نجحت معايا هصورها لكم واوريها لكم، خايفه ان انا بصراحه اعمل حاجه على الهوا تبوظ مني وايه وانكسف منكم بصراحه وانحرق، فخليني في الحاجه اللي انا فاهماها حبايب قلبي انا بعملها ازاي قدامكم اهي، شايفين اهو اهو. ايه رايكم حلو كده المفهوم يا جماعه اهو، شايفين اهو اهو. ثانيه واحده بقى اجيب الغربال واوريكم انت في شويه كمان، عشان خد قالت لي ماما لسه في تحس لسه في دقيق، دلوقتي تحس ان الدقيق خلاص كله اتبل اهو زي الرمل المبلول اهو كله اهو. نروح بقى نسمي ونحط في الغربال كده ونجرب، يلا بينا مع بعض نقرب كده مع بعض، سميه هي ممسوحة ونظيفة الغربال اهو، نسمي ناخد بايدنا كده حبايبي، شايفين شايفين جبت لي هود هنا بايدي اهو، ونحط كده ونسمي وننزل كده اهو، تعملي كده وتسمي صعب يا حبايبي اهو. ليه بنعمل في الغربال؟ عشان تنزل لنا الواحدة كلها مقاس واحد اهو، شايفين اهو، اللي نعمله نركنه على جنب اهو، اللي نعمله نركنه ايه على جنب اهو، شايفين؟ مؤاخذة لحظة واحدة اهو يا حبايبي، شايفين؟ معلش لما مؤاخذة كنت بعد رجلي وجعتني، وبعدين مسرحين عمالة اسمع في الفيلم وشغالة، بيقولوا مش عارف اهو، بص اللي يتعمل نركن على جنب اهو لحد ما نخلص الكمية كلها مع بعض اهو. رأيكم سهلة اهو، تاخدي وتعملي ببطن ايدك برضك كده بايديكوا كلها اهو كده، المهم ان انت تفضلي تلفي فيه كده في غربال لحد ما ايه اهو، لحد ما ينزل مظلومة اهو، شايفينه اهو زي الرملة تحت البحر بس بيضة، رملة ايه يا خلود؟ رملة ايه يا خوخة؟ البحر اهو، نكمل ونبس اهو، كل ده هنزله حتى ده هينزل، كل ده هينزل اهو، تفضلي تعملي فيه لحد ما ينزل، مش هسيبه يعني اهو، شايفين؟ ما شاء الله الله اكبر، على فكره 2 كيلو يرموا كتير قوي، شايفين؟ 2 كيلو دي هيعملوا كتير قوي، يرموا حبايه حلوين يعني. طبعا انا عندي وقت الحله ناخدها من جارتي اللي هي الحله اللي بالبخار ديت اللي هي حلتين في بعض بالغطا، اللي مصفى عليها حله يعني من فوق، لو عندك مصفى ممكن تحطي حله عليها عادي، بس انا خدت من جارتي الحله بتاعتي عشان مش عندي، وعندي كده فلينه دايما بستعملها للمبروم او الكسكسي ده يا حبايب قلبي، مخيطاها ومجهزاها كده ماشي زي الكيس المخده كده، بخيطها دي اللي بحط فيها، واحط الكميه بتاعتي كده سمنه واحطها ايه على النار، طبعا بنكون مالين نص الحله اللي من تحت ميه ونسيبها تغلي، اول ما تغلي بنحط الايه المبروم. دلوقتي طبعا اول ما خلص الكميه دي بدها تروح بقى تجهزها تحطها على النار فيها ايه نص الميه وعلى النار، وهوريكم ازاي هنخلص وارجع لكم بقى. شفتوا المهم انتوا شفتوا انا بعمل ازاي اهو، او سهله خالص الطريقه، خلاص الشويه الكميه دي بنرجع لكم نوريكم في الاخر. لكن حبايب قلبي انا خلصت الكميه قدام اهو، الطبق اهو شايفين نفس الطريقه بعمل فيها، حتى الحته اللي فضلت في الاخر شايفينها انا بعمل فيها، بحاول بعمل بس بايدي كده الف، ما تتعبيش ايدك قوي، حتى لو بقيت حته وفي حته في الحله باينه ممكن تعملي بيها، بنحطها بقى لو في اي فتحه بتدخل بتطلع البخار ولا حاجه بنسد بيها مثلا بيها، بس اديني بنزل فيهم اهو اهو، شايفين حبايبي اهو نزلوا خلاص اهو. في حاجه بقى مهمه هوريها لكم انا هعمل ايه دلوقتي،
ركزوا معايا في حته مهمه دي. اجيب بقى الدور بتاع الايه الملح اللي انا بحل بيه دي ايه، جه قدامكم اهو شايفين. هنعمل ايه؟ هناخد بقى كميه واحده واحده كده. قولي لي ليه هنزل بقى لو فيها دقيق، اعمل هنا كده بصوا وريني اهو لو في دقيق بقى فعلا هينزل شايفين اهو شايفين، عشان ما يبقاش في دقيق هحطه بقى يبوظ كل الدنيا دي كلها اهو. هنرجع دوت ممكن نعمله بقى مره ثانيه ونربع لحد ما اخلي قدامي الايه المبروم اللي هو بس اللي انا ايه الحبيبات، بس الحبيبات اللي هو ايه فتافيت الرمله وفتافيت السكر شايفينه اهو، هو دوت اللي هحطه عشان نساوي يا جماعه شايفين اهو. واضحه الصوره حبايبي؟ خلاص كله هعمله كده اهو، وهركبه بقى على جنب كده. اللي هعمله اسمي بسم الله واحطه على جنب هنا، بعد كده انقله في الطبق اخده كده بقى بالراحه. يعني هي بصوا ده هي مطلعه منه الدقيق زي ما هي بتعمل كده دلوقتي، وده اللي هو معمول لسه بيتعمل الدقيق. شايفين طلع دي قد ايه؟ شايفين؟ اهو دول هكب عليهم شويه ميه تانيين صفاف كده وهعملهم بقى اهو، هعملهم بحاجه خفيفه واعملهم بورجر بقى اهو. اللي هعمله اسمي عليه بالراحه واحطه ايه؟ على ده لحد ما اخلص الكميه كلها. خلاص الميه على النار غليت تمام؟ طبعا حاطه لي الميه زي ما قلت لكم وقربت تغلي خلاص الميه. خلصت اخر شويه اهو شايفين اهو، رمله اهو رمله بيضة اهي جميلة. تهيألي ولا ايه؟ فكرت في حاجة وحشة اهو تمام اهو كده تمام. ايه رأيكم؟ فضلت فضلت بقى حوالي كوباية. عايزين تشيلوهم ماشي، عايزين تعملوهم ايه ماشي، بس هما طبعا مبلولين اهو مكملين. عندي بقى ايه شوية مية صغيرين هحطهم عليهم واعملهم بقى. يعني دي إيه اللي هي طلعته هتعمل بيه تاني عادي؟ هعمل ايوه هعملهم مش هسيبهم، حبة صغيرين كده واعملهم كده واعملهم بقى في غربال واغربال واحدة واحدة. فضلت وراهم لحد ما خليتهم زي اللي قبلهم بالظبط اهو شايفين اهو. خلاص ما عادش فيهم ان شاء الله دقيق تاني خلاص، ولا هنعملهم ولا اي حاجة خلاص. هنسمي بسم الله ونعملهم ان شاء الله ان شاء الله. شفتوا بقى قد ايه؟ كان قدامكم باين يجي كوباية بس وراهم كتير قوي. المية خليتهم زي نضفت اهوت طبقي وحاجة عشان نحط فيها المبروم اللي هم واخدينه على النار شايفين اهو. نمسحها كده ومنزلين كله اوريهم حاجة بس يا ماما. وريهم ده الغربال اللي ماما بتعمل بيه، في أدخن منه وفي أرفع منه. في منزل فتحات أكبر. ده المتوسط. ده اللي بحب الوسط عشان تبقوا بس فاهمين لما تروحوا تشتروه. ده المتوسط في الحباية الأكبر وفي الحباية الأصغر عشان تبقوا عارفين، بس عشان انتوا مش واضح لكم الشكل من جوه. اهو يا حبايبي خلصت اهو كميه كلها. احاول بقى ان اسيب فيها الحته دي بروح بيكون الحله لا قدر الله يعني تكون هتنفس ولا حاجه هوا، هنشوفها دلوقتي لازم يعني حبيبي. بصوا ده اللي باقي اهو، او اللي هو يعني الحته دي احنا سايبينها عشان خاطر لو في مكان في الحله بيطلع بخار هنحطه في الحله من الجنب كده عشان يسد البخار. بس كده انا خلصت اهو، نسيب بقى دي على جنب كده. لو ما كنا لو لقيت ما فيش بخار ولا حاجه هرجع اخدها واحطهم خساره بقى اهو تمام كده اهو كده خلاص. ده اهو المظلوم بتاعنا، وادي المظلوم بتاعنا خلص. وبصوا بقى اهي ادي الفلينه شايفين اهي، ده مش قديمه يعني انا مستعملاها دايما المبروم. بصوا اهي هي مخيطاها من جوه، انا مخيطاها اهوت وبغسلها كل مره واعملها. فطبعا انا هعملها دي احنا بنستخدم فيها المبروم كل مره مخيطاها شايفين اهي. فانا دلوقتي اهي بفتحها كده واحط المبروم هنا كده اهو قدامكم. هسمي هو عبيه وهروح بيه على الحله على طول. تعبي كل المبروم. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اهو. تحطيه كله وتروحي حطاه جوه الحله على طول الكميه كلها ان شاء الله، عشان هي حله كبيره والقماشه اصلا اللي انا عاملاها كبيره. ما تخافوش هما 2 كيلو على قد القماشه دي بالظبط. انا دايما بعمل حوالي 2 كيلو دول، كيلو ونص قليل قوي لما اعمل كيلو عشان هو العيال بيحبوه جدا يعني. على ما كل واحد ياخد طبق يعني خلاص يعني. يلا بقى انا هعبيه ونروح على النار. يلا بينا على النار بقى مع بعض نكمل تعبيه. اول ما اروح عند النار هنوريكم الحله اهي يا جماعه. احنا حاطين فيها الميه والميه خلاص هتغلي اهي. انا حطها طبعا من بدري. خلاص هنروح بقى نحاول نحط الحله الثانيه. وده دلوقتي الحله الثانيه زيها بس ايه مصفى كده زي المصفى باينه هي يعني. مش بتاعتنا احنا حله البخار. في ناس بيعملوا الاكل بيحطوه ساعات في الفريزر
انا هحاول بس اول مره اخدها منها جارتي دي. هي بتبقى بالشكل ده يا جماعه، تمام؟ تبقوا الاثنين مع بعض كده. والبعد خلصنا المصفى هنشيل بقى الميه، مش عايزين ميه، عايزين بخار بس، مش عايزين دي اهي. تمام كده اهو البخار طالع اهو يا جماعه اهو. لو انت بقى حابه ان انت متاكده ان المبروم او الكسكسي دي حبيبه قلبي ان انت اصلا هتاكليه بسكر ولبن، ممكن تحطي في الميه دي ميه موار، تتعطري الميه باي ريحه ريحان انت عايزه، بس انا مش عارف اي حاجه، هسيبها ميه عاديه عشان احتمال يعني يفضل طبق ولا حاجه ومصطفى يحط عليه شوربه اي حاجه يعني. فهي مش هنعمل بقى اللي احنا عايزينه لما يستوي. الاسامي اهو شايفين الكميه اهي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، حطيتها كلها زي ما انتم شايفين اهو، هما 2 كيلو اهو قدامكم. هعمل كده اهو كده، هوزعهم كده بحيث يبقى كله نفس المقاس اهو. وهنسمع، مش هنغطيه او هنسيبه كده حاجه بسيطه، ونغطي بردك غطي حاجه بسيطه اهو اهو، لحد ما نضمن ان البخار طلع، او ما يضمن ان البخار طلع اكيد هنشيل دي وهنغطي غطا خفيف بالقماشه زي كده اهي. ويعني خليكم عارفين عشان ممكن ما ارجعلكوش تاني ان انا ايه، ما دام البخار شغال يا حبيبتي، انك انت هتعملي كده وتسيبيه كله كده، تاخدي طرف بس من الفانيله او القماشه اللي انت مجهزاها ومحضراها للمبروم او الكسكسي، وفي كاس بتتباع جاهزه كده، او البخار طلع خلاص اهو، تغطي بس غطا خفيف وتسيبيها كده. انا بخرت لا خلاص، فانا مش هغطي الغطا، هنسيبها كده وكل شويه نيجي نبص عليه، اقل حاجه نبص بعد تلت ساعه خلاص، بعد تلت ساعه نيجي مع بعض نبص عليه. رحيم شايفين حبايبي، انا جيت بردك بصيت عليه من شويه، عدى تلت ساعه وبصيت، والله صليت العشاء وجيت بسرعه. شايفين حبايبي هو كده ايه، خلاص فاضل له حاجه بسيطه عشان ما اتلسح، اتلسحت كذا مره اهو. بص بس ما شاء الله اهو، خلي بالكم برده من البخار يا جماعه عشان البخار شديد قوي بيلسع والله. اهو شايفين اهو، شايفين بس ما شاء الله. طبعا انا معايا نار مش وطيت عشان نخلص على طول، عشان نلحق نودي كمان اكله لمصطفى. شايفين اهو، هو دلوقتي المفروض ينزل دلوقتي ونعمله حاجه اسمها رده، نرده. يعني ايه نرده؟ في ناس بيستكفوا كده يسيبوه، بس الاحسن ان انا هعمل الحركه دي، ان هو في نص سوا هناخده دلوقتي ونحطه على الصينيه نسيبه يبرد، وهنسقسقله يعني نحط عليه شويه ميه او لبن تاني. تمام يلا هروح اخده عشان ما تلسعش، بروح اوطي النار هنا واروح معاكم نبرده في الصينيه. يلا بينا على الصينيه. شايفين البخار ايه، قلبها كده اسمعيني عادي ما تقدري تقلبي بالراحه وتسمي اهو. شايفين اهو طلع بسم الله ما شاء الله عليه الله اكبر. بس انا نزلته دلوقتي كان هيبدأ من تحت، تنزليه وقت مهم جدا. ثواني بس نسيت اجيب معلقه، اجيب معلقه. شايفين حبايبي، ان يا ريت ان يا ريت عشان كل النهارده عشان ولادي، ان يا ريت بجد دلوقتي ايدي ادوبك قادر ان انا امسكها ولعها نار. شوف انا بعمل كده، انا انزل بس ايه عشان لو في تاني ينزل، ينزل كل اللازق ده ايه، هنزله مش هسيبه. مش عارفه العم الاميره مش راضي يرجع عليها، قال لي صدري كله حليب. شايفين حبايبي اهو كده هنا على جنب، عشان طبعا هعمل فيه مره تانية على قد ما تقدري اهو. طبعا هو سخن، انا مش مستحمله النار اللي فيه دي، لو يدا شويه هعمل اكمل بايدي بس. انا اهو شايفين اهو، انا مجهزه بقى حبايب قلبي، هو كوبايتين لبن هما الدافيين، عليهم معلقه سكر، ما قصدي ملح، معلقه ملح صغيره، هنزل عليهم كده اهو. دي بقى اللي اسمها ايه، انك انت ترديه، دي ايه هي دي. بصوا اهي هنعمل بسرعه برده عشان ما ايه ما يبقاش فيه حاجه شربت وحاجه لا. بصي انت كل ما تشربيه بقى اللبن يشرب معاكي بقى اهو، اول ما تشربيه. وفي ناس طبعا بيحطوا سمنه، احط سمنه برده، بس اوريكي احط سمنه امتى، لما اخلص واحس ان هو خلاص مش عايز لبن تاني. عايزه ترديه الرده الثانيه بالميه، رديه بالميه. تمام حبايب قلبي اهو، هفضل كده لحد اهو. شايفين هفضل احط لحد ما احس ان هو مش عايز ايه، ميه بقى لونه قرب للذهبي شويه. شايفين حبايبي اهو كده المنظر ده كله اهو. هعمل بسرعه بقى وهي سخن كده، هو بيشرب بقى الايه اللبن ده. شايفين اهو، لو انت مش عندك لبن مش تحيري نفسك، بس احنا طبعا عشان النهارده هنتعشى بيه مبروم، فعندنا لبن ومجهزين نفسنا ان احنا ناكله باللبن والسكر مش بالشوكه. شايفين حبايبي اهو، اهو شايفين هتقدري تعملي لحد ما تلاقي لون الابيض ده اختفى وبقى ايه، بقى ده بدي اسمها الرده الثانيه للكسكسي يا جماعه او المبروم. في ناس بيعملوه مره واحده، لكن انا بحب اعمله على مرتين عشان ابقى مطمنه عليه وعارفه ان هو ما عجنش معايا وناجح 100% واستوى 100%. لا يمكن يعني واحده ثانيه ترد على اما رد عني اما ما لهاش شغلانه
اهو شايفه حبيبتي اهو كده عامله كله بقى بالشكل ده اهو. تاني بس ما مش اشرب منه 2 كيلو رغم كتير ورغم بركه كتير ازاي. هجيب شويه لبن تانيين وشويه ملح تاني وهكمل وارجع لكم اول ما اخلص. حبايبي انا حطيت بقى الكميه كلها حطيتها في الايه في الغربال الواحده لازقه في بعضها بس انا سيبتهم بقى حطيتهم. بصوا حطيتهم في غربال تاني عشان اخرجهم يبقى كلهم احس ان هم الحبايه كلها مقاس واحد اهو قد ما تقدري. وفي كان بقى كام حته كانت متلكعه كده بصوا انا برضك رجعتها من غير ما تخافي رجعيها في غربال عادي اهو. انا حطيتهم والله هم قدامكم كله عملته كده والله اهو وكله بينزل عادي وبحطه على بعض شايفين. بس ما شاء الله الله اكبر 2 كيلو دقيق لموا قد ايه كسكسي يا جماعه او مبروم. بس شايفين بسم الله ما شاء الله شطارتك اهو بنظافتك بايديكي اهو مش جايه من بره جاهز اهو. اللي بيبقى جاهز اصلا طعمه بيبقى غريب عندها لان بابا كان بيجيب لي انا بحبه بابا كان بيجيب لي ما كانش بيبقى طعمه زي ده خالص. حاولت اوريك اهو كله اهو بنزله عادي اهو اهو دول كانوا مكلتعين بس وانا بحط اللي برده بقى انا بحط شويه اللبن. انا كنت حاطه لبن ومزوده ميه مش حاطه لبن صافي يعني عشان كان سخن عليا اللبن اهو شايفين. تعملي كده وتشوفيه كله تخليه كله اهو زي بعض. انا اصلا مشغله عليه المروحه اهو عشان خاطر ايه يبرد معايا شويه عشان كان هري لي ايدي بالعافيه بصراحه. مسكته ورديته وحطيت له بقى ايه الميه اهو شايفين اهو ايدي اللي متلكعه اتفتفتيها كده اتفتفتت تاني شايفين اهو اهو. هخلص بقى اخر حته دي كده اهي قدامكم اهو عشان ما يبقاش في اي حاجه رميناها ولا هدرنا فيها خالص اهو شايفين. لحظه واحده معلش اهو مقعد على الارض بقى ما ينفعش المفروض ده طبعا يتعمل على ترابيزه انا في الارض بقى شايفين اهو شايفين مطح الصوره ياخد باينه اهو. خلاص قربنا نخلص اهوت بس في كام واحده اهي 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 شايفين كده اهو. هروح اشغل عليهم فوق اهو وهرجعهم تاني وهنحطهم كده شربوا ايه ردناهم المره الثانيه. دول خدوا لهم حوالي يعني يجي نص كيلو لبن وعليه كوبايه ميه ساعه والكميه دي في الرده تاني بس ما شاء الله يعني اخدوا بصراحه كتير. هو تديله بيشرب بصراحه كده لما يتحط تاني بقى على النار في الميه بردك في نفس الحله. اول ما يخرج بقى عايزه تزوديه لبن وسكر مش في ناس بيزودوه سكر بس مكسرات بياكلوه. بصي بقى حسب ما انت عايزه ماشي اخر حاجه اهي خلصت اهو نزلتها خلاص اهو. دي بس ايه انا خايفه ايدي تتعور بس خلاص اهو خلصناها اهي. انت مش مهم منها انها تبقى صغيره وكل حاجه تخليها ما تخليش اي حاجه في الغربال اهو. حبايبي اهو شايفين اهو. ايه رايكم ايه رايكم على الكسكسي يا جماعه المبروم ما فيش الله ينور. ايه رايكم اهو بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه قدامك اهو. هرد المرة التانية بردك في نفس القماشة اللي أنا عندها في سمنة. لو انتوا عايزين تحطوا سمنة ممكن عايزين تحطوا حتة سمنة صغيرة تعملوا فيها حاجة ترجع لكم يعني. أنا ممكن أحط حتة سمنة صغيرة اهي صغيرة بس خفيفة كده نخليه يلمع يعني دي إضافة يعني. بس انت طبعا انت هتحط السمنة لما يطلع مع النار وتحب ان انت تعملي اهي تعمليها كده تتوهيها وسط الايه اهو اهو ما تحطش ما تخافيش اهو اهو بالراحه كده على خفيف مش تدوسي جامد يعني اهو اهي تدي ريحه حلوه بردك. دي حته السمنه بلدي تدي ريحه حلوه بحيث ان هو اول ما يخرج بقى اللي عايز يحط معلقه سكر وياكل سكر بودره وسكر خشن اللي انتوا عايزينه اهو. بصوا زي ما انتوا عايزين شايفين اهو كده تمام يا جماعه المبروم اهو. يعتبر هيتحط على النار بحيث ان انت عايزه تسخنيه اهو كده. احنا خلصنا اهو زي ما انتوا شايفين هعبيه بقى واما اعبيه اوريه لكم لحظه واحده. هعبيه بقى في قماشه تاني السمنه بقى لما كمان حطيت معلقة السمنه مديه ريحه تجنن. هو كده تمام بسم الله ما شاء الله. انا مش عايز اي حاجه تتحط على النار حوالي 10 دقائق. الاول كان تلت ساعه والماضي 10 دقائق وخلاص يبقى كل سواء على بعضه نص ساعه خلاص اللي هنحطه على نار على طول. فين حبايبي ادينا حطيت اهوت في الحله نفس الحله اهي كنت مهديه النار طبعا وانا بحط برد المره الثانيه كده خلاص هيقعد على النار زي ما قلت لكم 10 دقائق
شايفين لازم تخلي دايما في النص فاضي. انا جبت كل الجناب كده وزحته على الجنب على الجنب عشان البخار ايه لما يطلع بيطلع على الجنب تمام، عشان يتسوى اكتر ويفضل في النص هنا ممكن يكون نايم، لا هو مش اضمن ان يكون ايه يتسوى تمام. شايفين حبايبي 10 دقايق بقى سيب زي ما وريتكم من شويه كده 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 هتفضل دي طبعا فاضيه، الحرف ده بس كده هغطي بيه عشان ما يعجنش، لو نزل ميه عليه هيعجن، فانا مش عايزين غير البخار بس تمام. بس اهو كده هنسيبه 10 دقايق وكده خلاص هنروحه عند التقديم بقى. حبايبي شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، احلى مبروم احلى كسكسي هيعجبكم جدا، اذا كان مبروم او كسكسي الاثنين الاسم واحد يا جماعه. اهو من تحت لفوق اهوت انا طفيت النار خلاص كده 10 دقايق، مفيش اكتر من 10 دقايق، هم 10 دقايق يمكن اقل كمان. الخلود راحت قالت لي خلاص يا ماما، قلت لها دقي حبايه منهم قالت لي يا ماما تمام. بسم الله ما شاء الله جميل كده خلاص هنغرفه ونقدمه بالشكل اللي انت عايزاه قدميه بقى، غرفه في طبق عادي لبن مع بعض. انا هغرف لكم بقى بطريقتنا احنا وانتوا بقى شوفوا انتوا ايه رايكم في الطريقه بتاعتنا كده. انا خلاص بهدي بس في شويه وانا طفيت النار اصلا خلاص اهوت، ولما بطفي النار ببقى براحتي بقى بعمل قماشه كده عادي خلاص كده انتهى الموضوع. وتغرفي لاولادك وبعد ما تخلصي الغرف تقفلي كويس كده بالغطا اهوت، وكل ما يقعدوا تغرفي لهم. عايزه تخزنيه بتجيبي كيس وتحطي فيه الكميه اللي انت عايزاها وتربطيها وتخرجي منها الهواء بس طبعا بعد ما يبرد، وتحطيه في الفريزر ده طلعيه 5 دقايق بره يرجع زي ما هو كده من غير ما تسخني ولا اي حاجه، تحطيه بره يرجع زي ما هو كده، تحطي عليه اللبن وتاكلي بقى خلاص. عايزه تسخنيه تحطيه في حله بمعلقه سمنه بلدي او سمنه عاديه وتقلبيه ويسخن معاكي بسرعه من غير ما تلسعيه، وممكن تحطي بقى عليه اللبن تحطي الشوربه زي ما انت عايزه تمام كده. هغرفه بقى وارجع لكم. ايه طبقين تمام تمام كده انا غرفت طبقين، مش عايزه ان انا كنت ايه اشيل الطبق اللي لما اوريهولكم بحبيت ان انا اعمل بيه منظر يعني حتى لو هيتعمل اهو، بحيث ان احنا ايه نعمل منظر يعني نفرح بيه ولادنا حاجه جديده بقى ومناسبه ان انا بصور اهو. شايفين طلع بس ما شاء الله بيجمد بس سخن خالص. واحد بقى هنزوقه بالمكسرات شايفين حبايبي اهو، حتى ما تروح عند اي محل لما اغسل مش مستحمله البخار، طبعا انتوا عارفين ان عندي تعب على صدري فشايفين مش مستحمله البخار والله. شايفين بالمنظر ده انا بحب اكله بالمكسرات فمش كله احط عليه مكسرات اهو. ايه رايكم حلو كده حبايبي؟ يا رب يكون عجبكم والطريقه عجبتكم اهو. وعندي بردك سكر بودره وعندي شويه جوز الهند، انا بحب احط عليه جوز الهند تاني اهو، بحب الجوز الهند جدا. الواد يعني مش ملهمش في الجوز الهند قوي، فانا ايه الطبق ده بعد ما اخلص التصوير هقوم بالواجب معاه هتسلم عليه بقى واكله كده واقول له ايه طعامه ايه الجمال ده. يسلم ايدينك يا سلام. بس هو اصلا مش مستحمل، ما هو عشان مبروم اصلا مش رز تمام. ودوت هنخليه بالسكر البودره عادي تمام. السكر اهو واحده واحده معاك اهو، وفي بالقرفه انت عايزه تاكلي بالقرفه ماشي كده نكهه بقى، انت بقى اعملي زي ما انت عايزه. نحط سكر عادي اهو عشان لو طلعت ايه بدقي فيه كده عشان هو طبعا كان ايه مركون شويه فايه. بصوا اهو كده بالسكر تمام كده، طبعا هم اكلوه بالسكر وانا كمان هاكله بالسكر اهو. اه كليته بكل حاجه، بقول مكسرات والسكر، وسكر على خفيف ما تكتروش بقى تمام. تمام ايه رايكم بقى؟ خلي بالكم مع بعض من دول اهو. انا اجيب بقى معلقه شوف الطعم كده مع بعض طعمه جميل. بصوا بقى مفيش حاجه مهمه اجيبها لكم مش عايزه انساها تحت واحده اهو. انا غالي لبن بقى طبعا اللي عملت بيه اهو اهو هي دي اللبن تمام. ايه رايكم؟ اللي عايز باللبن باللبن اهو. بص بنعمل ازاي، احنا بنحط كده اللبن هنا اهو ناكله كده. بصوا بسم الله جميل تحفه لسه ايديا بجد متاكلش يا ماما هياخد ده متاكلش ما نعمل الصوت يا ماما. يا رب حباب قلبي اللي عجبه الكسكسي او المبروم على طريقتي بايديا، مش محتاج فكاسات ولا حركات ولا اي حاجه، هو ميه وملح ودقيق وبسم الله ما شاء الله طلع احلى مبروم. كل الحكايه انا زودتي معلقه بيكنج باودر تديكي ايه يطروى في الحبايه، تحسي بخفتها، تحسي ان هي بصي جميله ازاي اكنك انت يعني عجينه خمرايه يطلع مظبوط وجميل. شايفين بسم الله ما شاء الله
رب يكون عجبكم. عايز بقى الطبق ده وبدك بروح احط عليه لبن كده واكله بالمكسرات كده بسرعه يا جمال. بسم الله. تحفه. بص ايديا وحيس عينيا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش الاول ما اشوف القناه يفعل الجرس وتشترك في القناه وتكتب كومنت جميل. واللي شافني دايما يا رب يا حبايب قلبي الشجعان تقولوا ايه يا حبايب قلبي المشجعين اللي صاروا اللي دايما بتدعموني. ايه رايكم في الكسكسي من ايديا او المبروم؟ اللي عجب الكسكسي او المبروم يقول لي برافو، اللي مش عجب سلوى ما تعملوش تاني. تمام، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.